قال أنواع الوحي. قال وكان الوحي الذي يأتيه أنواعا، أحدهما الرؤيا. قال عبيد بن عمر رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. دي رؤيا من يا أخوانا؟ إبراهيم عليه السلام. إني أرى في المنام أني أذبحك، فرؤيا الأنبياء وحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثاني ما كان الملك يلقيه في روعه، الروع يعني القلب، وده من أنواع الوحي يعني الساهل، ما كان يلقيه في روعه. الإضاءة كويسة كده. قال من غير أن يراه كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. بالله أخوانا شوفوا الحديث ده بيطمن الزول كيف. قال لك أنت ما بتموت لحد ما تكمل رزقك، ما حتموت عشان ما تشفق، ما حتموت إلا تكمله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه، هرب الجري الواحد ده، كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. كان عضد على رأيك وجريت، جريت من رزقك بيلحقك برضو. عشان كده قال لك ما تستعجل تشيله بالحرام، أصل الرزق ده الله قاسمه لك، كان استعجلت بشيله بالحرام تخرب شغلتك ساي. وكان اطمأنيت وصبرت بيجيك ذاته، كنت ساكي بالحرام لك بيجيك بالحلال، ما تستعجل. الثالث قال أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. دي زي قصة من؟ جبريل لما جاء شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. بلا شوف ذكاء الصحابة كيف قال لا يرى عليه أثر السفر. لما جبريل جاء داخل في المجلس ولقى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، فقال له يا محمد أخبرني عن الإسلام. الصحابة لاحظوا عليه وقالوا شديد بياض الثياب، ده معناه ما مسافر صح؟ الزول المسافر زمان والسفر بالإبل بيجي جلابيته نظيفة؟ لا، بيجي مكتح وسخان أشعث أغبر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شعره ما مغبر. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني نظيف كده وما مسافر مفترض نعرفه، وكان مسافر مفترض يكون مغبر. دي يعني بتدل على ذكاء الصحابة إنه الرجل ده استغربوا له. فبعد ذاك آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فبيجي أحيانا على صورة بشر، والملائكة ممكن تتمثل. أيوة، كان يأتي على صورة سراقة ابن مالك. الرابع قال أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس. الصلصلة معناه الطنين، الصوت المزعج، صوت الطنين. قال وهو أشده عليه أو أشد عليه، وده أشد أنواع الوحي.
فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا، وكما قالت عائشة إنه يأتيه في الليلة الشاتية شديدة البرد. قالت يعني يخرج عنه وإن جبينه ليتفصد منه مثل حب الرمان، العرق بينزل منه في الليلة الباردة الشاتية، ده من شدة الوحي وصعوبته. قال فيتلبس به الملك، قال فيتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به على الأرض، ده من ثقل الوحي، الراحلة ما بتشيله، الناقة بتبرك به على الأرض. وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، وده زيد بن ثابت الأنصاري كاتب الوحي وكان من علماء الصحابة، وهو الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان بن عفان. زيد بن ثابت وهو الأنصاري، غير زيد بن حارثة المهاجري، أي واحد براه. قال فكادت ترض، ترض يعني كادت تتهشم رجله من ثقل الوحي. الخامس أنه يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله، وهذا وقع مرتين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عشان كده المذكور ولقد رآه في القرآن مرتين، الرآه ده جبريل، وفي ناس ظنوا إنه الرآه ده إنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه، رأى الله، وهذا ما حصل، هذا ما حصل، ما صحيح، وده تفسير غلط، لأنه جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مباشر، قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي كيف أراه؟ فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، ما ثبت أصلا. وذكر في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى ربه، ولكن ذكر شيخ الإسلام وكذلك ابن حجر في فتح الباري أن كلام ابن عباس محمول على رؤيا القلب وليست رؤيا العين. فانتبهوا للنقاط دي يا أخواننا، دي مهمة ودي نقاط في العقيدة. طيب السادس ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. طبعا وقعت محاورة يا أخواننا وكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب العزة والجلال لما عرج به، بعد ما وجينا قصة الإسراء إن شاء الله، بعد ما وصل جبريل إلى سدرة المنتهى توقف جبريل ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، بعد ذا خاطبه ربه سبحانه وتعالى التشهد اللي بنقراه ونحن في الصلاة، ده هو الخطاب، فده خطاب كفاحا. طيب